السلام عليكم. نزلت السوق بصراحة ولقيت الجمال ده، قلت أوريهولكو وأفكركم بيه. الجزر مالي السوق وسعره رخيص جدا، يعني بتبقى 4 جنيه الكيلو. لقيت الطماطم مش قادرة أقولكوا على جمالها، بصوا الجمال، بصوا جمال الطماطم، ب6 جنيه الكيلو، وفي ب5 جنيه، أنا جايبها ب6 جنيه. ولقيت الفلفل ده برضو لقيته ب8 جنيه الكيلو، رحت جايبة شوية وقلت افكركم بالحاجات دي. الحاجات دي دلوقتي اوانها وماليه السوق، فيا ريت نشتريها وتشيليها وتخزنيها. انا كنت عامله فيديو للجزر، عامله منه كذا حاجه، يعني جبت برضو كميه في وقتها السنه اللي فاتت، وعملت منه مربى، وعملت منه بشرت منه وشلته في الفريزر. تحطي عليه شويه ليمون، عصير ليمون، وتشيليه في الفريزر، بيبقى في منتهى الجمال. بتحتاجي مثلا مع رز، بتحتاجي تطلعي منه تحطيه على سلطه في وقت لما ما يكونش فيه جزر. بقطع منه طبعا قطع وبشيلها في برضه في الفريزر، بعصر عليها ليمون وبشيلها في الفريزر. بتنفع مثلا في شوربه خضار، بتنفع في تورلي، بتنفع في اي حاجه بتحتاجي فيها، في شوربه عدس، في اي حاجه بتحتاجي فيها للجزر. فبينفع قوي قوي، الحاجات دي بتنفع قوي في الفريزر يا جماعه. هي دلوقتي اوانها وموجوده ورخيصه جدا، يعني في منه ب5، وفي ب4، وفي ب3 ب10 الرفيع، انا جايبه ده ب4 جنيه. فجبت شويه برضو هعملهم. ممكن بتسلقيه، يعني بتشيل القشره بتاعته كده بالمقشره، او بتكحتيها بالسكينه وبتقطعي قطع وبتحطيه على النار في شويه ميه كده يغلي، وتضربيه في الخلاط ويبقى زي عصير. تزودي بيه تزودي بيه برتقان، او تعملي بيه هو كده لوحده. وطبعا مربى الجزر احنا عارفينها مع البرتقان الايام دي. الحاجات دي بتنفع قوي في الفريزر والله يا جماعه. يوم عندك مش قادره تنزلي ومحتاجه الحاجه من دي، بتطلعيها من الفريزر على طول. فانا بقولت افكركم يعني ان الجزر موجود في السوق كتير ورخيص الايام دي. ده الايام يعني من شهر او من شهر ونص كان بيتباع كيلو تقريبا ب 40 جنيه. كنت بطلع من اللي انا شايلاه في الفريزر بقى. الحاجات دي بتنفع في وقت ما يكون في غلا في الحاجة أو مش موجودة. وعملت منه كان عندي في الفريزر، طلعت حطيته للزيتون. أما جيت أملح الزيتون ما كانش فيه جزر في السوق، طلعت من اللي في الفريزر وحطيته على الزيتون. فالحاجات دي بتنفع فعلا، يعني أنا قلت أفكركم بيها. طبعا الطماطم احنا عارفين بيبقى لها أوان، دي دلوقتي اوانها وجمالها، ويعني تعملي صلصه وتشيليها هتنفعك قوي. انت لو عملتيها حتى وشلتيها شهر او شهرين لحد رمضان مش هتقول لا، هاتيها واعملي وشيليها. وبعدين بتشيل حمل لما تيجي تطبخي كده وتطلعي كيس الصلصه، بيبقى سهل قوي. هو بس بتتعبي شويه ساعه ما بتيجي تعمليها وخلاص على كده. طبعا والصلصه انا كنت عاملاها قبل كده، عايزه تضيفي لها بنجر. البنجر في السوق مالي السوق دلوقتي. لو جبتي بنجر وعملتيه، بتحطي بس يعني مثلا على 5 كيلو طماطم كده، انا جايبه تقريبا 5 كيلو. هم ال5 كيلو طماطم دول بحط عليهم واحده بنجر حلوه يعني متوسطه بس، ولا بحط بطاطس ولا بحط اي حاجه. وممكن لو الطماطم حمراء قوي زي ما انت شايفاها كده وضربتها في الخلاط، انا طبعا بقطعها وبسلقها الاول وبضربها في الخلاط واصفيها. لو لقيتها وانا بسلقها لقيت لونها فاتح، بروح حاطه معاها واحده بنجر تتسلق معاها. لقيت لونها حلو خلاص، ما بزود لهاش بنجر. وكمان عندي يعني عصير بنجر، يعني كنت بعمل سلطه بنجر وبسلق البنجر وزاد فيه ميه، يعني زودت الميه شويه ففضلت فيها شويه ميه. شويه الميه دول ما ترميهمش، انا كنت عامله فيديو شورتز وقلت فيه شويه الميه اللي بيفيدوا دول من عصير من سلق البنجر شيليهم، يا تزوديهم للطماطم كده. لو انت مثلا نسيتي تحطي البنجر معاها وهي بتتسلق، حطي لهم شويه العصير البنجر دول، بيدوا لون تحفه للطماطم. او تزودي بيه عصير الفراوله، يعني عصير البنجر ده ممكن تزودي بعصير الفراوله بيديها لون تحفه برضو. وجربوا ان شاء الله كل حاجه بتنفع والله. طبعا الفلفل ده انا كل ما انزل السوق والاقيه قدامي اجيب واقطعه واشيله برده في الفريزر، استعمل منه اللي استعمله في وقتها والباقي بشيله في الفريزر. بينفع في حشوات، بينفع في عصاج، بينفع في اي حاجه بتحتاجي فيها للفلفل كده، اللي هو الفلفل الكوبي ده، الفلفل الرومي احنا بنقول عليه كوبي رومي، اي حاجه يعني.
فبجيبه وبشيله، بصراحة بينفع يعني. لقيته ب 8 جنيه، رحت جايبة شوية خدت منهم، ودول اللي فاضلين هشيلهم بقى دول في الفريزر. إيه، انا قلت افكركم بالحاجات دي، واتمنى يعني ان ما اكونش طولت عليكم، ويا رب تفتخروا وتجيبوا وتشيلوا كده في الفريزر الحاجة بتنفع. وكده الفيديو بتاعنا صغير وقصير كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.